أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وفي ملفنا الأخير نناقش التطورات في الشأن الفلسطيني، حيث نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي 2000 من أفراده وقواته خاصة في مدينة الخليل، تحضيرا لاحتمال توفر أي معلومة استخباراتية في إطار البحث عن المستوطنين الثلاثة المفقودين في المدينة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين للوصول إلى أي معلومة تعزز فرضية اختطافهم على أيدي جماعات فلسطينية. التفاصيل مع مراسلنا من هناك ضياء حشي. دفعت إسرائيل ب2000 من جنودها إلى منطقة جنوب الضفة الغربية احتمالا لتكليف القوات الجديدة بنشاطات مثل فرض منع التجوال أو فرض إغلاق على المنطقة الفلسطينية التي قد يكتشف ويؤكد وجود المستوطنين المفقودين فيها، بعد فشلهم في الوصول إلى أي معلومات تدل على مكان وجود المستوطنين الذين فقدت أثارهم منذ مساء الخميس الماضي. عملية وصفت بالمعقدة جدا دفعت أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى مصادرة تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمحال التجارية والمؤسسات في شوارع مدينة الخليل. امبارح اجوا مشاي ومع سياراتهم، خشوا عندنا على المحل، اخذوا التسجيل تاع الكاميرات اللي عندنا، خشوا فوق 20 30 واحد، اخذوا التسجيل تاع الكاميرات اللي اخذوه طلعوا من المحل، بلشوا خبط عيني غاز مسيل للدموع. عمليات البحث الإسرائيلية لم تتوقف، فنصبت إسرائيل مناطيد تحمل كاميرات مراقبة تغطي مساحات واسعة، واعتمدت على التكنولوجيا الحديثة وغير الحديثة للوصول إلى أي معلومة، فيما حملة اعتقالات طالت قرابة 16 فلسطينيا ينتمون لحركة حماس. أبواب فجرت ودماء سالت بعد أن تعرض شبان المعتقلون لضرب مبرح. أول شيء كسروا الأبواب ودخلوا يعني بالضرب على سلفي شريف وزوجي بلال حتى سال الدم يعني من تمه، كلهم ربطوهم وهجموا عليهم الكلاب كله طبعا قدام عينين الصغار وبدون مراعاة لأي حرمة أي بيت. الحدث اللي حصل احنا لا إنه دخل فيه ولا حاجة، وممكن ما يكونش أصلا في حدث، ممكن مفتعل من قبل القوات الإسرائيلية. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن عملية الخطف ما لو تمت فإن الخاطفين حصلوا على 10 ساعات ذهبية للاختفاء والاحتماء ومسح الآثار ومنع إسرائيل من الإمساك برأس خيط في التحقيقات قبل أن تبدأ إسرائيل بالبحث. مصادر عسكرية إسرائيلية وضعت فرضية أساسية تقول إن المستوطنين اختطفوا لأغراض المساومة، وأشارت تلك المصادر إلى احتمال عدم بقائهم على قيد الحياة أو نقلهم من منطقة الخليل المفترض تواجدهم فيها. يبدو أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية انهارت معنوياتها بعد أن فقدت 3 من المستوطنين، فدفعت بكل أجهزتها الاستخباراتية لحل لغز اختفائهم، فيما سارعت أوساط سياسية إسرائيلية لتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياتهم. من جنوب الضفة الغربية، ضياء حشي، الغد العربي، مدينة الخليل. ونفتح هذا الملف للنقاش مع ضيفي من رام الله، محمد الحراني، القيادي في حركة فتح. أهلا بك سيد محمد. بداية، يعني هل ضرب أهل الخليل عرض الحائط قدسية التنسيق الأمني؟ والآن نتنياهو يعلنها صراحة ويحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية اختطاف 3 مستوطنين في الضفة الغربية. ما آلت إليه الأمور من تعقيدات تتصاعد، من إضراب المعتقلين إلى خطف الجنود إلى انسداد الأفق السياسي إلى الوضع الاقتصادي السيء، كله مسؤول عنه حكومة نتنياهو التي انخرطت قبل في الأسابيع الأخيرة في إنشاء قانون لأول مرة منذ الاحتلال، وهو سحب صلاحية إعفاء عن سجناء من قبل الرئيس الإسرائيلي، وهو ما كان يحصل عندما يحصل صفقة سياسية يحرر على أساسها سجناء فلسطينيين. إذا هذه حكومة تسد كل بوابات الأمل من كل ناحية، لذلك على المستوى الشعبي لابد أن يكون هناك رد فعل هنا وهناك، ونحن نقول أن هذا بالفعل، وإن كانت حكومة نتنياهو تحمل السلطة، السلطة هي تحت ضغط، والشعب الفلسطيني يلاحظ أنه الذي يسد كل أفق سياسي وكل أمل في مستقبل أفضل هو في الواقع الحكومة الإسرائيلية، لذلك هي المسؤولة عما يحصل وربما عن مزيد من التصعيد، لأن هي ستلجأ للتصعيد. الحل هو في إيجاد مسار سياسي حقيقي ذو مغزى يقتنع الشعب الفلسطيني أنه يمكن أن يوصله إلى الحرية والاستقلال، وتحميل السلطة اللي هي المسؤولية
أي صاروخ أيضا يخرج من غزة تحمله الرئيس أبو مازن والسلطة. طيب سيد محمد، أي أن هذا عمل سياسي. نعم سيد محمد ابقى معي، أشرك معي أيضا في هذا النقاش السيد أفي سخروف الكاتب والصحفي الإسرائيلي. سيد أفي، بداية نسأل هنا، كيف تنظر وتقيم الخطاب الذي خرج به نتنياهو يحمل مسؤولية كاملة لرئيس السلطة الفلسطينية حول اختطاف 3 مستوطنين في الضفة الغربية؟ أنا موقفي الشخصي أنه خطاب نتنياهو هو استغلال الخطف الثلاثة اليهود أنه خطفوا في منطقة الخليل ومتلحم لأسباب سياسية، ولكل الأشياء أنه نتنياهو حكى وقال خلال الفترة الأخيرة ضد اتفاق حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. يعني أنا كمواطن إسرائيلي عنا حدث خطير كتير، ولازم رئيس الوزراء تبعنا يتركز عن الموضوع نفسه ومش عن موضوع سياسي واحد أو يعني موضوع ثاني هيك أو غيره. نعم، طيب يعني لماذا أو هل إسرائيل مستعدة لتحمل تبعات هذا الخطف، خصوصا إذا ما نظرنا إلى سيناريو بنفس شكل خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، هناك صفقة لتبادل الأسرى، هل إسرائيل مستعدة لدفع الثمن خصوصا بعد إقرار قانون في الكنيست بعدم الإفراج عن عدد كبير من الأسرى أو المتهمين بقتل إسرائيليين؟ هذا أكيد قرار صائب أمام الحكومة والقيادة الإسرائيلية بموضوع إطلاق سراح معتقلين وأسرى فلسطينيين، خاصة بعد صفقة شديد. نحن في هذه النقطة في هذه المرحلة مش أمام قرارات زي هيك، لكن إذا نفهم إنه الثلاثة عايشين، الثلاثة لسه عايشين وما قتلوهم، أمام القيادة الإسرائيلية قرارات صعبة كثيرة. هل مستعدة لدفع الثمن وإفراج عن أسرى فلسطينيين؟ تقديراتي نعم، تقديراتي رغم من كل القرارات إنه سمعنا عنه في الكنيست في التشريع الإسرائيلي، ورغم من كل التصريحات من اليمين الإسرائيلي في نهاية الأمور الشعب الإسرائيلي مع صفقة زي هيك ومع إطلاق سراح مخطوفين بمقابل لأسرى فلسطينيين. طيب بالعودة إلى ضيفي من رام الله سيد محمد الحوراني القيادي في حركة فتح. سيد محمد، يعني هناك تصريح خرج من الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة سيد عدنان الضميري، قال اتهم حركة حماس بالسعي إلى تفجير الأوضاع بالضفة الغربية، وهذا ما استنكرته وأدانته حركة حماس. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح بالنسبة لحركة حماس في ساحة الضفة الغربية؟ تصريح سيد عدنان الضميري بمعزل عن موضوع خطف الجنود، وبالمناسبة كان إسرائيل طرفا في اتفاق كان يجب أن يفرج فيه عن 30 أسير الدفعة الرابعة، ومع أنه كانت قد وافقت عليه قبل أكثر من عام بإشراف الإدارة الأمريكية لأنها تنصرت منه. لذلك أعود وأقول أن انسداد كل أفق من شأنه أن يصعد الأوضاع. المطلوب من الحكومة الإسرائيلية أن تفهم أن هناك حقوقا سياسية للشعب الفلسطيني لابد من الاعتراف بها. ثانيا، إحنا بالنسبة لنا المصالحة برغم كل التهديدات المحيطة بالسلطة وليس بحماس بالمناسبة فيما يتعلق بالمجتمع الدولي وأطراف كثيرة، إلا أنه الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية من منطلق مصلحة الوطنية العميقة قلنا نطبق اتفاق المتعلق باستعادة الوحدة الفلسطينية. أرادت حماس بصراحة أن تستغل لحظة عاطفية وتحمل السلطة ما لا تحتمل، مثلا موضوع الموظفين يجب أن تنظر فيه حكومة قادمة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد 6 أشهر. لا يمكنهم أن يتنصلوا مرة. طيب سيد محمد، هل السلطة الفلسطينية جاهزة لتحمل تبعات خطف 3 مستوطنين في الضفة الغربية؟ يا سيدي، إسرائيل تريد أن تحمل الرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية كل ما قد يخطر في بال ولا يخطر في بال. هذا جزء من سياسة هي تنتهجها في محاولة لمحاربة السلطة التي وقفت وقيادة منظمة التحرير على حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة، ونحن طبعا في مواجهة احتلال. هو يدرك جيدا أن السلطة ليس لها علاقة في الموضوع، ولكن هذه التصريحات الإسرائيلية هي بسبب سياسي للضغط على السلطة أو محاولة يعني تقديم صورة أخرى عن السلطة في العالم، ولكن المجتمع الدولي يفهم ظروف قيادة منظمة التحرير. نعم. والسلطة الفلسطينية بل ويحترم
أن الرئيس أقدم على المصالحة، لأن كل ما نفعله هو في إطار القانون الدولي، والمطلوب منه أخذ زمام المبادرة في المسار السياسي هي الحكومة الإسرائيلية وليس الجانب الفلسطيني. طيب سيد أفي سخروف، يعني عندما يتحدث نتنياهو ويتهم مجموعات متطرفة متشددة، ممكن تنظيم القاعدة هنا يقصد، كيف دخلوا إلى الضفة الغربية وهناك السيطرة الأمنية يعني تتحملها بالكامل إسرائيل؟ صحيح ان السيطرة الأمنية على الضفة هي في يد إسرائيل، في يد حكومة إسرائيل، لكن ما في شك انه في منظمات إرهابية في الضفة الغربية، وفي حماس، وفي الجهاد الإسلامي، وفي آخرين كمان. في نهاية الأمور السلطة الفلسطينية وإسرائيل يتعاملوا مع بعض بحرب هذول المنظمات الإرهابية. أنا أقول شيء، يعني سيد آفي، يعني السلطة الفلسطينية في الضفة تتعاون أمنيا بشكل كامل مع إسرائيل، والذي عبر الرئيس الفلسطيني في السابق عن قدسية هذا التنسيق الأمني، والآن كل المعابر تتحكم فيها إسرائيل، هناك المئات من المعابر والحواجز ويعني تحكم كامل في كل الحدود في الضفة الغربية. نتنياهو، ألا تعتقد أنه يجب أن يتحمل مسؤولية ما حدث لهؤلاء المستوطنين؟ على تقديراتي ان نتنياهو عنده مسؤولية، لكن المسؤولية سياسية، هو انه نفذ وهو انه وافق عن صفقة شليت، وصفقة شليت كان لها تأثير كبير عن الشارع الفلسطيني، وعط له موتيفيشن، يعني عط له نوع من الدفع لخطف إسرائيليين آخرين وخطف مستوطنين وجنود وهيك. ونحن بنعرف أنه خلال السنة الأخيرة كانوا 40 محاولات لخطف جنود ومستوطنين إسرائيليين. شكرا جزيلا أفي سخروف الكاتب الصحفي الإسرائيلي، وشكر أيضا شكرا جزيلا سيد محمد الحراني القيادي في حركة فتح، كنت معنا من رام الله. شكرا. انتهت ملفات وهذا تذكير بعناوينها: حملة أمنية مضادة للقوات العراقية لاستعادة الموصل وتكريت، والبنتاغون يحرك حاملة طائرات في الخليج العربي استعدادا لتدخل عسكري بالعراق. إيران تدرس مساعدة الحكومة العراقية عسكريا، وتقول إن لا تدخل إيراني إلا بالتنسيق مع واشنطن. زحف المتشددين الإسلاميين في المنطقة يتغذى على البؤر الهشة سياسيا وأمنيا. حملة عسكرية ضخمة تشنها إسرائيل بحثا عن مخطوفين إسرائيليين، وتتهم الفلسطينيين وتنظيم متطرف بعملية الخطف. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.